هو أنا بالنسبة لي أعتبر يعني باكو أو خلاصة النجاح اللي ممكن أن نحقق. أشوفك متفائل كثيرا يعني جئنا بأفضل ما لدينا. أقالها المبارز أخرجوا أكفاءنا. الشعب العراقي والشعب العراقي يحتاج شخصية نزيهة نظيفة بكل شيء، بلبسه، بهدوءه، بأخلاقه، بتاريخه، بنسبه، بنزاهته، بقدرته، بإدارته، بحدوده، بحنيته على ابن الداخل. فإن لم ينجح فتلك الكارثة. الكارثة إذا لم ينجح السوداني نحن أمام كارثة. وإن نجح فسيكون كل الجميع آباء لهذا النجاح. إذا نجح الجميع كل بيصيرون آباء. لكن إذا ما نجح فالنظام السياسي أمام كارثة. يعني ما أقول هو يتحمل المسؤولية، أقول كنا راح نتحمل مسؤولية الكارثة التي قد تحدث والفوضى التي ممكن أن يكون أحد السيناريوهات. هذا يعني أن السيد السوداني هو آخر أوراق النظام السياسي الحالي. أنا شوف هاي مسألة الآخر والهذي شوية بها صعوبة. بها صعوبة. ولكن يعني هو من الفرص الأخيرة. من الفرص الأخيرة. يعني المعطيات شو تقول؟ قادر على أن ينجح؟ معطيات المنظومة لحد الآن متفائلين. متفائلين. جيد.